تفاعل ناشطون وسياسيون فرنسيون مع تغريدة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أدان فيها العنصرية والإسلاموفوبيا التي يعاني منها عدد من مسلمي كندا. وغرد ترودو عبر حسابه في تويتر قائلا إن الإسلاموفوبيا والكراهية التي تهدد راحة واستقرار بعض مسلمي كندا أمر غير مقبول، وأكد أنه سيعمل على جعل البلاد أكثر أمانا للجالية المسلمة بالإضافة إلى تعيين ممثل رسمي للسلطات مهمته مكافحة الإسلاموفوبيا. وفقا لمسح الأسرة الوطنية الكندي فقد وصل عدد المسلمين في البلاد إلى 1.5 مليون مسلم أو ما نسبته 3.2% من إجمالي السكان، الأمر الذي يجعل الإسلام ثاني أكبر الديانات في كندا. تفاعل العديد من الساسة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا إجابا مع تغريدات ترودو، كما تباينت ردود أفعال بين السخرية والانتقاد لرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته التي لم تفعل شيئا إزاء ما يعانيه المسلمون في فرنسا، بل فرضت عليهم مزيدا من القوانين التي تستهدفهم.